نعم. سائلة تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء في وقتنا الحالي من صبغ شعر الرأس والحاجبين؟ من صبغ شعر الرأس والحاجبين بنفس اللون، فما حكم إزالة شعر الوجه؟ نعم. أما الصبغ بما يناسب البشرة فلا أعلم في هذا منع، لأن هذا طريق من طرق التجميل. وأما نتف الوجه الحواجب أو غيرها فإنه لا يجوز، لأنه من النمص ومن الغرائب، ولا أدري أيكون صحيحا أم لا، أن بعض الناس قال لي إن بعض النساء لسفههن يستعملن العدسات الملونة ويختارن اللون الذي يناسب الثوب، فإذا لبست ثوبا أخضر اختارت عدسة خضراء، وإن لبست أصفر اختارت عدسة صفراء، وإن اختارت ثوبا أبيض اختارت عدسة بيضاء، وصارت كأنها عورة. وهلما جرا، أنا لا أدري هذا واقع أو لا. نعم واقع، سبحان الله، يعني إلى هذا الحد وصل السفه بالنساء. نعم، وما عنده ضعف نظر، يعني وصلت الحال إلى هذا الحد. ولا أدري لعلها إذا لبست ثوبا أخضر صبغت وجهها بأخضر، ممكن هذا ما دامت تريد أن تكون كلها خضراء. فلذلك أرجو من أخوات النساء أن يدعن هذه الترهات وأن يتعقلن فيما يفعلن. أقول: العدسات الملونة إذا كانت اللون من جنس أعين النساء أي أعين البشر، لكن يكون مثلا في عينها غبش، تريد أن تضع هذه العدسة لتجمل العين وتجعلها مثلا عسلية، فهذا لا بأس به، وليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات تنزع، ليست كالوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم، فهذا لا بأس به. أما أن تذهب المرأة إلى هذا المذهب وتقول: وشلون الثياب، هاتوا عدسات لاصقة مثل الثوب وما أشبه ذلك، فلا.